طبيعي ياسين اللي بتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. كان غادر منتخب الشباب فجر اليوم الى المملكه العربيه السعوديه للمشاركه في بطوله كاس العرب بمشاركه 16 منتخب. 16 منتخب هم الموجودين في هذه البطوله، بطوله كاس العرب، وشيء جيد ان يبقى في تجمع عربي كبير. وايضا السعوديه والمملكه العربيه السعوديه هي اللي بتنظم هذه البطوله، منتخبات من قارتي افريقيا واسيا. مجموعه مصر بتضم السعوديه والجزائر وفلسطين، مجموعه قويه. ان شاء الله يفتتح المنتخب المصري مبارياته امام الجزائر يوم الثلاثاء القادم يوم 18 فبراير، المباراه الثانيه امام السعوديه يوم الجمعه 21 فبراير، والمباراه الاخيره والثالثه في المجموعه امام منتخب فلسطين. كان ضمت القائمه حوالي 22 لاعب. النادي الاهلي زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دلوقتي هي دي قائمه منتخب الشباب اللي اختارها الكابتن ربيع ياسين للانضمام للمنتخب. من النادي الاهلي حمزه علاء حسين، السيد محمد عطيه من نادي الزمالك، محمد اشرف من الاهلي، محمود جهاد المستقبل، محمد شحاته الجيش، ابراهيم عادل بيراميدز، احمد نبيل عاشور الاهلي، اسامه فيصل الزمالك، محمود صابر الاهلي، عبد الرحمن عشري انبي، محمد طارق مراد الزمالك، عبد الرحمن جمعه وادي دجله، فارس السيد الاتحاد، احمد عبد العظيم ويحيى زكريا وعربي بدر، محمود صابر، حازم هاني شكري، حسام عبد المجيد ونادي حسن مجاهد وحسام حسن علي وعبد الغني محمد واحمد سيد عبد النبي. دي قائمه المنتخب اللي اختارها الكابتن ربيع ياسين. النادي الاهلي قائمته او قائمه المنتخب ضمت 6 لاعبين من النادي الاهلي، حمزه علاء، محمد اشرف، احمد نبيل كوكا، ومحمود صابر، وعربي بدر، واحمد سيد عبد النبي. كل التوفيق ان شاء الله للكابتن ربيع ياسين والجهاز المعاون. اكيد بطوله قويه، بطوله ان شاء الله هيستفيد منها اللاعبون وايضا الجهاز الفني. مش مهم فيها انك انت تتوج بالبطوله زي بطوله شمال افريقيا، دي كلها مباريات وديه، مباريات لاكتساب الخبرات للجهاز الفني عشان لما يبدا اول مباراه رسميه ان شاء الله تكون في شهر 10 يكون وقف على التشكيله الرئيسيه. وايضا للاعبين اكتساب خبرات، عندك مباريات قويه لما تلاعب الجزائر، لما تلاعب السعوديه، لما تلاعب فلسطين، ربنا يكرم منتخب الشباب ويكمل، هيلعب ايضا مباريات، فممكن من البطوله تلاقي نفسك لعبت لك 6-7 مباريات دوليه تدي اللعيبه اكتساب خبرات. وايضا الكابتن ربيع ياسين يكون جرب برضه يعني التشكيلات بتاعته وجرب اللاعبين، قدر يقف على التشكيله الرئيسيه ليه. فكل التوفيق للكابتن ربيع ياسين والجهاز الفني وايضا لاعبي منتخب